بسم الله وكفى والصلاة والسلام على أنبياء الإسلام ورسل الله الكرام. نأخذ الآية 15 الآن، كذلك هي مدنية النزول. ووصينا الإنسان بوالديه، ربي منا قال لنا هكا يجبكم تكون في تفكيركم وفي سلوككم. ووصينا الإنسان بوالده إحسان، لا إحسان، وعليهم العاقين والديهم بالأحسن. قالك مسلم، قال لعنة الله على الكذب، أمك تحملك والله أعلم كيفاش قلت لحملها إياك ووضعتك وكل طلقة كلفتها من الألام العظام، واعتنت بك بالليل والنهار وغضتك روحا وعقلا بصحة التعبير عبر أيامك، ومادة حليب يتغير حسب ما حوائجك، الباء مشكف البن يجي بعد ومن المطر. إحسانا حملته أمه كرها، هذاك سيفير ديفيكولتي، ووضعته كرها دون فاسون أنا كوشمون تريلور بور لا مير، وحملت وحمله وفصاله يعني اتصال مع شطرلو 30 شهر. وهذه حكمة إلهية من اعتنى بها كثير من العلماء، حتى إذا بلغ شبه يعني 40 سنة وبلغ 40 سنة قال ربي أوزاني من ربي سخرني أن أشكر نعمتك أن تكون من الشاكرين لا من المنافقين، بكلام مزين والله أعلم بالقلب كيفاش مسوي مظلم ومريب الأمراض. أن أشكر قال ربي أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح زد سهل العمل الصالح لي ترضاه يا ربي ترضاه وأصلحي في ذريتي لأما دي سوندون كسوا بيان أبك توا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. استعرف بك الجنون المراك وكذا، إني تبت إليك وإني من المسلمين، اللهني رضخت ليك سلمت أمري إليك وأنا مطمئن أني بهذا التسليم أكون سليما. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.